Cristo. صافي عليكم. كيف الحال؟ بزاف حتى ولو ما كنتش جمهور كبير، بصح كما يقولوا احنا بالدرجة عندنا نقولوا بركة في خليكم. وأنا في كل مرة أشوف الفيلم يعني كل لي سيكونس اللي جوز قدامي هكذا نكتشف ندير إنه نقول ليكتور يعني نكتشف واحد النقاط هكذايا تعطل يعني. فطبعا أنا الفيلم رحيم هو ست نمياتي، أنا أنباسي كوما مع بعض يعني ننتقل حاملين الهم تاع السينما وصنعة الإخراج وكان ممثل وأنا أطلق كوميديا. سي ديفيسيل دير أن كوميديا على الأرتيست الأجيري باسكو الأرتيست الأجيري إلي مالور إل في دون سيتياسيون كريتيك. هنا نطلبو وين نروحو إن شاء الله، نطلبو من الشعب إلا كان باش يوقف ويدير احتجاجات ويدير مظاهرات لهذا الفنان المسكين اللي راه يعاني. والله العظيم انا قلت لهم هذيك المره، قلت لهم اذا كان سي رحيم حاب يدير نوتر فيلم ويصرى له وصرى له المقبل على جال الاسبوع الدراهم لازم نطلب الشعب الجزائري يدير تيلي تون باش نقدروا نديروا السينما سي انه باسكو مالوريزمون رانا. وثانيا داخل المرض حتى في المرض فينا احنا يا اون لوت كيما يقولوا دار اونتر ارتيست وكلشي الحسد بيناتنا وكلشي هذا هو المشكله وهذا مرض يعني. المهم انا كي نجي لتيزي وزو انا ونجا عندي صحاب بزاف وكاين خاصة مرام في اوروبا وهنا ونمشي حتى لي فيلاج وناكل ونشرب وكلشي فاون توك انا بعض الاحيان عربو فوايس يشوفوني نتكلم بزاف العربية الفصحى وكلشي فكن نمشي مع جماعة خاصة شوية كبار في السن. قال لي واحد مرة معهم قال لي مرحبا بك وكل شيء بالك تظن قال لي باللي أنت كتكلم بزاف العربية ما نحبوكش ولا كذا أو كونترير. قال لي أنا جي بوكو جيم بوكو قال لي فريق الأطراف. قلت لهم بأن لازم تقول أحمد وهبي وتقول لي فلان وخلي في حبات ونقرا وبلا وين هو وشي عطيني فريق الأطراف. قال لي فريق الأطراف سي لو سول شونتور عرب إيمي أون كابي وصح سي بري سي مجاهد الله يرحمه ويوسع عليه لو كرون شارجون في قال لي كنت نمشي 40 كيلومتر باش نسمع بري الأطرش كلشي وكان يحبوه بزاف وكان يروح البار ويعرف القصة القصة تاعو وهي بوكو دو دالجيري ارتيست الجيري مام في لا شونسون كابي كان عندهم دي رولاسيون افيك فريق الأطرش. دونك الفن ما عندوش حدود كيما يقولوا لارتيست المفروض واحد من الانسان ولا الانسان اللي يحب الفن ما لازمش يكون في قلبه العام. اذا كان نحب نقول نكونوا نساعدوا الفن ونحبوا الفن ونتعلقوا بالفن لازم نحملوا رسالة ونحاربوا من اجل معركة المحبة. اننا ننشر السلام اولا في بلادنا وننشر السلام مع الشعوب الاخرى. وطبعا كما قال لي واحد الفدائيين تاعنا نهار جاو الارهابيين يقتلوا في الاطفال ويذبحوا كل شيء قاعد يتصور بلي احنا كي كنا نقوموا بعمليات قال مثلا بور اليميني لو تراتا الفلاني خير سواء ان اوكسيدونتال ولا ان الجيريا لو كان نصيبو مع العائله تاعو نلغيو العمليه امبوسيبل باش نديرو عمليه الواحد قتلو هو مع العائله تاعو. هما واش كانوا يديرو في ساعه هذا الفيلم هذايا لازم يكون في قلبكم دليل واش عمل الإرهاب العام واش عمل التطرف الإسلامي. كي نلعبو كي ندخلو الدين في السياسة كأننا شعلنا النار في الحياة هذه سي ديفيسيل وهذا عبر التاريخ. نقدر نقول لكم حاجة واحدة برك بلي الصراع بين المذابح هنا في المغرب الإسلامي بين الإباضية وبين الدولة العباسية وبين كذا في عام واحد مسلمين كاع في عام واحد ماتوا 100,000 عبد ما عندهم ني طنك ني شعر
نيكلاش نيرياديزو. اخر معقل تاع واسم الدوله الفاطميه في تونس هي يسموها المهديه، كي ما قدروش باش يوصلوا لداخل المدينه باسكو كانت فيها صور وكلشي. الناس الفقراء اللي كانوا ساكنين وتوه ساكنين براك وكانوا